السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. انا ممكة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله، ولايك كتير جدا للفيديو. النهاردة جولتنا بقى في محل شوزات، محل سكاربة للأحذية. في موديلات تحفة جدا، حاجات نازل عليها خصومات جامدة قوي، في عروض المية جنيه وفي عروض كتير جدا، وفي عروض شنط الخروج بخمسين جنيه بس للشنطة، ماركات وبراندات حلوة قوي. تابعوا معايا الفيديو للآخر هتلاقوا خصومات جامدة. أول فيديو لينا ده إن شاء الله هيبقى فيديو الأحذية الحريمي، ولسه في جزئين تانيين معانا. محل سكارفا ده في مول العابد فتوخ طريق مصر اسكندرية الزراعي، موجود عنده حاجات حلوه جدا. اول ما شفت العروض عليها قلت لازم اصورها لكم واخدكم معايا في الجوله. بس ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك كتير جدا للفيديو، ونبدا الجوله مع بعض على بركه الله. ازيكم حبايب قلبي؟ النهارده احنا في محل سكاربه في مول العابد، معانا صالح هيقول لنا على كل الاسعار، عندهم خصومات حلوه جدا على الاحذيه. هنبدا اول حاجه بالاحذيه الحريمي، بس صالح يقول لنا الاول عنوان المحل واسمه. محل سكاربه للاحذيه مول العابد طريق مصر اسكندريه الزراعي. في عروض هنا حريمي 100 جنيه. هنبدأ الأول بعروض ال 100 جنيه، بص كل حاجة 100 جنيه. 100 جنيه. طب نشوفها مع بعض، وريني كده أحسن حاجات موضة عندكم يا صالح لسه نازلة. طب وريها لنا كده. بصوا ده، ثواني يا صالح على ما أخدوا صورة يشوفوا بس الموديل بتاعه. ورينا الوش بتاعه بس. بصوا ده 100 جنيه، العروض اللي إحنا شغالين فيها دي الحريمي 100 جنيه. بصوا حبايبي ده برضو حاجة تانية جديدة، ورينا برضو الوش والجنب التاني. كده ده 100 جنيه ده كله يا بنات. بصوا حبايبي بصوا الشكل ده حلو برضو، ده سبورت شويه. في عروض ايه تاني بمية يا صالح؟ استيراد، دي استيراد دي مستورد. بصوا بمية جنيه، ورينا كده يا صالح. بصوا حبايبي شكلها حلو قوي، ده خفيفه جدا، دي بمية جنيه برضو. في الوان منها ايه دي يا صالح؟ الموف على مهلك. في الموف والمستردة والكشمير، ده الفوشيا شويه وده الكشمير، حلوه قوي دي. دي كلها بصوا هوريكم برده الوانها. بصوا دي الالوان بتاعتها، كل ده احنا عرض ال 100 جنيه الحريمي، ودي برده 100. العروض هنا حلوه جدا يا بنات. دي نازله عرض بدل 155، ده بدل 155 ب 100 جنيه. بس علي صوتك شويه يا صالح عشان يطلع في الفيديو. في الشنط هنا 125، دي شنط 125. بصوا كل الشنط دي 135 125 125 و135. بصوا طب في عرض ايه 100 تاني؟ ودي الشنط دي عرض ايه؟ دي كام؟ 115. عرض ال 115. بصوا دي 115، ودي كوتشيات برضو بقيت عرض ال 100. طب نشوف شكلها بس اوريها لهم. بصوا حبايبي كل دي موديلات عرض ال 100. بصوا شايفين، معلش لو الصوت مش واضح بس المحل زحمه. بصوا دي كمان 100، ده سبورت برضه. بصوا في احذيه رياضي 100 وفي احذيه خروج. بصوا ده عرض ال 100 معانا بقى اقوى عرض، 85 جنيه بدل 120. دي 85 بدل 120. انا بعلي صوتي عشان صوت واطي بس. بصوا الثلاث الوان دي عرض برضه نازله جديده، الكعب بتاعها عالي شويه وريها لهم. بصوا دي مش فلات، دي كعب عالي شويه، حلوه قوي. في معاك عروض ايه تاني يا صالح؟ بص المحل ما شاء الله في حاجات كتير قوي. دي لسه نازله جديده، دي ب 175 نزلناها عرض بدل 210، بدل 210 ب 175 3 ايام، حلوه قوي. في الوانات برضه، بصوا ده شكلها. بصوا الثلاث الوان بتوعها حلوين جدا، بصوا الاسود واللون الجملي وده، ماشي حلوين قوي. دي عرض برضو معانا عروض تاني. بصوا ما شاء الله المحل كله مليان عروض حلوه قوي. 85 جنيه الله، دي جميله قوي. عدل لي صالح بس كده، دي 85 جنيه. بصوا الوش بتاعها حلو قوي. دي كلها عروض طبعا، دي كلها عروض نازل عليها تخفيضات يا بنات. 175، ده 175 حلو قوي. ده خمس استيراد في مصر، ده استيراد. بصوا شكله حلو جدا، الالوان بتاعته اهي. بصوا الوانه بيج ابيض، ابيض في كشمير، ابيض في مستردة، كشمير وبيج واصفر، حلو قوي. دول الثلاث الوان. حلو قوي. ده انا برضه حاجه بتنامي استيراد برضه. بتنامي، معظم شغلنا كله يبقى استيراد.
معظم الشغل هنا استيراد. عامل كام ده يا صادق؟ ده 225. ده 225 بدل 290. بص شكله برده من وشه بس في اسود ابيض وكحلي. اسود وابيض وكحلي. ماشي معانا ايه تاني بالنسبه بقى للكعوب العاليه؟ استنى لما اجيبها وهي زي ما هي كده تيجي. ده كعب عالي. بص حبيبي ده كشمير. ده عامل كام ده يا صادق؟ ده 210. ده 210. بصوا الوانه برده في ده وفي الكشمير. في الوان منه كتير. في بقى ده كعب عالي برده فيلا. ده كعب عالي فيلا. ده سبورت وعادي. ده فيلا يمشي الاثنين سبورت وعادي. بص حلو قوي. ده عامل كام ده يا صادق؟ ده 195. 195. عماله اسمعكم الاسعار بس عشان تاخدوا بالكم. ومعانا ايه تاني؟ بصوا في موديلات كتير جدا. المحل ما شاء الله كبير قوي. ده عامل كام يا صالح؟ ده 195 استيراد. بصوا ده 195 فرز اول. ده مستورد. حلو قوي ده 195. حلو قوي. في منه الوان؟ في منه الابيض والكشمير. الابيض واللون ده بس. في بقى كحلي. في كحلي ده موديل تاني صح؟ حلو قوي ده. خفيف قوي. بناتي وشباب بس ده خفيف وحلو قوي. عامل كام ده يا صالح؟ ده نفس السعر برده 195. 195. بصوا انا هحاول بس اوريه لكم. ده 195. حلوه قوي دي يا صالح. معانا بقى حاجه من ده كعب عالي. ده كعب عالي بقى. ده عامل كام ده يا صالح؟ ده 195 بقى. ده 195. معظم شغلنا كله يعني عروض 195. اغلبيته مستورد. اه بصوا الاغلبيه مستورد. بص احط لكم هنا بس يبان عن ايدي اكتر. بصوا في الكحلي بتاعه وفي برده الكحلي بتاعه الجري وفي الجري في الاسود والاسود. بصوا ده في منه اربع الوان. في بقى حاجه كعب عالي. في بقى دي جزم بقى كعب عالي. عامل كام دي؟ 195. دي نازله العرض بدل 250. دي 195. جلد مقلوب. جلد مقلوب هي الموديل بتاعها اسمه جلد مقلوب ب 195. ده عرض برده بدل 250. بدل 250. بصوا هي التلات الوان الموجودين قدامكم دول. بصوا الجراي والاسود والجملي هما التلاته دول. في ده برضو مستورد. وقفوا على ايدك شويه صالح عشان بس تاخد منهم. هما اللونين دول اللونين. ده حلو قوي اللون ده. عامل كام ده يا صالح؟ 225. 225 بدل 300. 225. وفي حاجه زي كده برضو. في بقى ده بناتي شويه. عامل كام ده يا صالح؟ ده 250. ده 250. بصوا شكله معظم الاستيراد. بصوا ده 250 مستورد. في منه الالوان التلات الوان دول اللي انتوا شايفينهم دول. حلوين قوي ده بناتي. حلو قوي ده. ده حاجه زي كده. ده نظام استك. ده استك زي شراب كده زي كوتش الشراب. رباط بس. شكل بس مش ده استراب. عامل كام ده يا صالح؟ ده 185. بصوا شكله من الجنب يعتبر الرسمه بتاعته هو الجنب ده بس. 100 كام؟ 85. 185. ده 185 مستورد برضه. ماشي معانا ايه تاني يا صالح؟ عندك عروض ايه تاني؟ شباشب كده. احنا لسه في الحريمي ده كله. 150. ده 150. حلو قوي ده. خفيف برضه مش تقيل يا بنات. استنى ما اوريكم شكله من هنا يبان اكتر. بصوا شكله حلو وكعب برضه عشان تبقوا واخدين بالكم. في حاجه زي كده. دي حاجات بقى واتش فلات خالص. دي عامله كام دي؟ دي 145. 145 دي عرض برضه. بصي بصوا حلوه قوي دي حتى في الغساله وما تقلقيش منها خالص في تنظيفها. بيقول لكم تتغسل في الغساله يا جماعه عشان الصوت مش باين. بص الالوان بتاعتها حلوه قوي. اربع الوان حلوين قوي. بس ما شاء الله عليه محمد. ده 95. حلو قوي. جزمه وصندل في نفس الوقت. ده جزمه وصندل. حلو قوي ده. في منه الوان ايه تاني ده يا صالح؟ الازرق والجمل. حلو قوي ده يا بنات. ده ينفع على الجيب. على الجيب. بيمشي قوي على الدريسات كمان. يبقى حلو قوي. بصوا معانا ما شاء الله. بص على ما يجيب. ده ستات شويه حريمي شويه. عامل كام ده؟ ده 145. 145 خفيف بقى ولا ايه؟ ده خفيف خالص ده. 145 حاجه مقاسات خاصه. في مقاسات خاصه. المقاسات الكبيره يعني 44 اخر حاجه. 44 في المقاسات الخاصه اكبر حاجه. ماشي بصوا على ما يجيب بس بوريكم ما شاء الله. المكان هنا ما شاء الله في عروض حلوه قوي يا بنات.
بصوا لسه في شنط هناك هوريها لكم برضو ان شاء الله دلوقتي. بصوا دي برضو بقيه الجزم، دي المقاسات الخاصه 42 43 44 مقاسات خاصه، ده لحد 44 دي المقاسات الخاصه. حاجات ارضي، ارضي كلها فلات. طبيعي هتبقى فلات عشان اللي هيلبسها هيبقى طويل قوي طبعا. محدش هيلبس يا بنات المقاس ده غير لما يكون طويل، فمش هيحتاج كعب خالص. بصوا هنا 225 برضو، ده على ما يجيب لنا العروض الثانيه، ده 225 وده بتاع عرايس بقى الابيض ده، صح؟ عامل كام ده؟ 195. بصوا ده ثالث عرض، ده عرض برضه، ده ثالث عرض ينزل ليه. حلوه قوي. حاجه زي دي كده 115، دي 115 تنفع عيد امه وحاجات من دي بقى، الحاجات دي 115. حلوه قوي، دول الثلاث الوان منه. حلوين قوي. بني كشمير اللي هو القفيه ده، القفيه درجه الفتح. حلوه قوي ده. بصوا في كوتشيات كتير جدا، انا بحاول اوريكم. طب نشوف الشنط دي بقى، عشان المدارس والحاجات دي. 125 دي 125 دول على الجينز، دي جينز 85 للدروس، دول 85. طب ودي، دي كام يا صاحبي؟ دي عامله 135. 135 حجمها كبير قوي دي. والشنط كروس 55 جنيه نازله عرض، دول كلهم 55. 55 نازله عرض كل ده. كل ده 55 جنيه، حتى اللي ورا ده. طب والله حلوه جدا دي، مفيش من دي الوان اللي هي لا اخر قطعه، اخر قطعه بقى كلها 55 جنيه بس الشنط دي. 125 125 حلوه قوي دي. بص دي مدارس ودروس تمشي حلوه قوي، حلوه جدا دي. كل حاجه هتلاقي السعر عليها بالعرض بتاعها 125 برضه. 125 بص السعر بتاعها بيبقى موجود برضه اللي حابب يجي يشوف كل حاجه. ودي برضه 135. دي 135 حلوه قوي، دي حجمها كبير قوي. طب ممكن تورينا شنطه من اللي فوق دي بس يا صالح؟ دي بص دي 135 حجم كبير قوي، دي مدارس دي ما ينفعش دروس حجمها كبير جدا. بصوا من ورا شكلها حلو قوي، حلوه جدا دي يا صالح. دي ثلاثه سوستر، اثنين كبار وسوستر صغير، اثنين كبار واحده صغيره. طب ممكن توريني عرض من الشنط ام 150 دي؟ 55 بس. حلوه قوي دي، لو كان فيها منها الوان كانت تبقى حلوه جدا دي. كل الشنط اللي فوق يا جماعه دي هتبقى ب 55. طب ودي؟ دي عامله 110. دي 110 عرض برضو. حلوه قوي دي بناتي دي 110، حلوه جدا دي، حلوه قوي. طب والشنط السمراء الصغيره دي يا صالح؟ معلش انا تعبت. لا 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 ايه ده 85 جنيه، دي 85. 85 برضو، 85 بس بحاول. طب ممكن توقفها بس كده يا صالح عشان تبان شكلها؟ معلش. لا لا 85 اهي يا بنات. الشكل ده برضو، ده شكل تاني نفس السعر. بصوا هنا، طيب ده شكل تاني 85 كل. ده ماشي، حلو قوي. والحريمي اللي تحت ده برضو، ده بقى 115 115 125 115 و 125. حاجه زي دي كده 95 جنيه، دي 95 دي جديده دي. شكلها شفاف جديده دي، حلوه. في منهم الابيض والقفيه، حلوه جدا. ودي كروسات، حاجه زي دي كده 65 جنيه، دي 65 حجمها كبير قوي برضو، حلوه دي، جميله دي يا صالح، حلوه. 65 سعرها كويس، سعرها كويس بالنسبه لحجمها. طب ودول بقى اللي هي رصاص، دول 95 95 حاجه زي كده 75 جنيه، دي 75. حلوه قوي دي، دي كروس شكلها ماتريال كويس برضو. ماتريال بتاعها كويس، 95 جنيه. بص 95 في منها اللون ده وفي اللون الجراي ده، 95. حلوه جدا دي يا صوت. كده خلصنا الشنط معانا، كده خلصنا يا بنات قسم الحريمي، وهنيجي بقى نعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله للرجالي باذن الله. استنوه بعد الفيديو ده. كده حبايب قلبي قد خلصت اول جوله معانا، اوريكم اقوى العروض عندهم. سكربة محل حلو جدا، في خصومات عاليه جدا، وفي حاجات معمول عليها سيل نص الثمن. يا ريت تيجوا بجد تنوروهم وتشوفوهم، ناس كويسه جدا، عندهم خامات عاليه وموديلات كلها جديده ان شاء الله في الشوزات وفي الاحذيه. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم وما اكونش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعاراتي كلها، ولايك كتير جدا للفيديو. والسلام عليكم.